والصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر فيسبوك نشرت امبارح الحلقة الخامسة ضمن السلسلة الوثائقية اللي بتتكلم عن مسيرة ارتقاء النيابة العامة. خلينا نشوف مع حضراتكم الحلقة الخامسة اللي بعنوان مستلزمات التشغيل. عقب انتهاء النيابة العامة من تأهيل النيابات بدائرة استئناف الإسماعيلية، ظهرت حقيقة مهمة وهي العجز في كمية مستلزمات التشغيل من الحاسبات الآلية والماسحات الضوئية وغير ذلك، وأصبح توفيرها ضرورة لازمة. في بداية العام القضائي 2021 كان المتوفر في مخازن إدارة النيابات من مستلزمات التشغيل الرقمية لا يكفي لاستكمال نشرها على مستوى الجمهورية، وده ظهر لينا لما حددنا بشكل دقيق حجم الأجهزة ومستلزمات التشغيل الرقمية المطلوبة للعمل على كافة تطبيقات النيابة العامة ومقارنتها بالموجود في النيابات. خلال تلك المرحلة واجهت النيابة العامة تحديات خارجية كادت أن توقف توفير تلك المستلزمات وتوقف تنفيذ خطة النيابة العامة في تنفيذ الاستراتيجية. في الحقيقة واحنا بننفذ بقى الكلام اللي اتكتب في الاستراتيجية قابلتنا مشكلة كبيرة جدا بدأت تلوح في الأفق، يعني فكرة انه في مايكرو تشيب بروبلم، في ايش وبتحصل في العالم كله دلوقتي، كانت بتلوح في الأفق ان في أزمة جاية للرقائق الإلكترونية. طبعا الوضع كان لسه مش بالضخامة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، في البدايات كان في أزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين، الأمريكا منعت الصين انها تصنع المكونات الخاصة بالمايكرو تشيبس اللي خارجة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمايكرو تشيبس دي مينلي بتتصنع في تايوان بتصنع تقريبا الحجم الأكبر من المايكرو تشيبس اللي خارجة في العالم. فلما شفت الموقف ده وحسيت ان احنا داخلين على أزمة كبيرة فتشاورت مع مدير إدارة النيابات وهو ساعدته وجه انه لا الموضوع ده موضوع كبير وان احنا محتاجين نكتب فيه شيء مفصل ويتعرض مخصوص على سعادة النائب العام. وفعلا بدأنا نتكلم على الأزمة في تقرير مفصل، والتقرير المفصل ده تطرق الى الأزمة نفسها بقى، الأزمة فيها ايه بالظبط، انه في مشكلة كبيرة جدا هتحصل في العالم في المايكرو تشيبس بسبب ان احنا عندنا أزمة في كورونا وقلة العمالة اللي موجودة في المصانع، وبعدين عندنا مشكلة تانية فكرة جفاف الطقس في تايوان، ما كانش فيه أمطار والأمطار بتستغل بشكل كبير جدا في تنظيف الأماكن اللي بيتم تصنيع فيها المايكرو تشيبس، والأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فالموضوع داخل في منعطف احنا كنا شايفين انه هيأثر بشكل كبير جدا على تأثير تنفيذ الاستراتيجية على مستوى النيابة العامة في الأرض، وبالتالي تم رفع التقرير لسعادة النائب العام اللي وجه بانه مدير إدارة النيابات لاتخاذ اللازم في هذه الأزمة. وفي الحقيقة إدارة النيابات قامت بتنفيذ توجيهات سعادة النائب وتم يعني الحصول على عدد كبير جدا من الأجهزة قبل حتى الأزمة ما تلوح في الأفق في مصر، وما كانش حد لسه واخد باله منها في الفترة اللي احنا كنا عايشين فيها. يمكن حضراتكم شايفين دلوقتي القصة شكلها عامل ازاي في أزمة الرقائق الإلكترونية. وفي ضوء تنفيذ قرار النائب العام وجه مدير النيابات بشراء كافة مستلزمات التشغيل اللازمة للمرحلة الأولى من الاستراتيجية في وقت واحد، وكانت هذه الخطوة استباقية ساعدت في تجنب آثار الأزمة المذكورة قبل تفشيها. الخطوة الاستباقية اللي خدتها النيابة العامة لتوفير الأجهزة ومستلزمات التشغيل كان في إطار إن كانت في أزمة عالمية بتمر بيها العالم أجمع في توفير الأجهزة من الأساس، وده أدى إن كانت في خطورة على تنفيذ استراتيجية النيابة العامة، وبالتالي كان عندنا استباق اللي احنا نقدر نتدخل عشان نشوف نقدر نعمل إيه عشان نقدر نلبي الاحتياجات دي. وفعلا ابتدينا قبل تفشي الأزمة وتبقى الموضوع صعب اللي هو يتحل، اللي احنا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والشركات طبعا بتقوم في المجال ده في الأجهزة دي، نقدر نوفر الأجهزة المتطلباها النيابة العامة عشان نقدر نطبق الاستراتيجية ونقدر نخلص المرحلة الأولى من الاستراتيجية. الهدف من الخطوة دي كان استدامة العمل وتنفيذ الاستراتيجية بهدف المواطن والعضو النيابة يقدر يمارس عمله على منظومة، ونقدر نعمل فعلا موضوع التحول الرقمي. في النهاية نقدر نقول للنيابة العامة أدارت تلك الأزمة باحترافية شديدة في ظل عوامل مغايرة وعامل صعبة، قدرت اللي هي تمتلك أدواتها وتوفر مستلزماتها في زمن قياسي وتحل الأزمة. وبذلك تمكنت النيابة العامة من دعم كافة مقراتها ب8188 جهاز حاسب آلي و5893 ماسحا ضوئيا و6815 طابعة، إلى جانب توفير احتياطي مناسب لهذه المستلزمات.
وخدمات لصيانتها ومنها ما يتم عن بعد. بيصور تسائل هي ليه النيابة العامة قام بتوفير طابعات ومساحات ضوئية لأعضاء النيابة والموظفين. في الحقيقة الموضوع ده كان يتعارض مع سياسة النيابة العامة للوصول للنيابة عامة بلا أوراق، ولكن في الحقيقة إن في أوراق مهمة جدا يجب أن يوقع عليها المواطن بنفسه زي تحقيق النيابة. والحين توصل مؤسسات الدولة والجهات المعنية ولوجود حل تشريعي، إحنا النهاردة كنيابة عامة قدرنا إن إحنا ناخد خطوات في توفير التوقيع الإلكتروني لأعضاء النيابة العامة، وبدأنا فعلا في تشغيل بعض نيابات الاستئناف زي نيابة استئناف إسماعيلية، ووفرنا توقيع إلكتروني لأعضاء نيابة استئناف إسماعيلية بالكامل. الحقيقة لما تعرضت فكرة التحقيق عبر الحاسب الآلي أو التحقيق على الكمبيوتر، أنا كان عندي فكرة كبيرة جدا بالمشاكل اللي تعانيها المحاكم لسابق عملي رئيس محكمة جنايات ولسابق عملي في المحاكم وعملي في النيابة. كنا بنعاني دايما من سوء الخط والتحقيقات اليدوية التي كانت المحاكم لا تستطيع أن تقرأ القضية ولا تستطيع أن تحكم فيها بسبب رداءة هذه الخطوط والتحقيقات اليدوية، فكان لازم من إيجاد حل، لأن ده برضو بيمس العدالة، لأنك النهاردة لو التحقيق وإعداد القضية بشكل سليم هيؤدي إلى تكوين عقيدة سليمة ويؤدي إلى حكم سليم، فكان لازم ننقل التحقيقات من تحقيقات يدوية إلى تحقيقات إلكترونية على الحاسب، وده فعلا قرار خدناه من أول ما بدأنا وقلنا لازم نحققه، وما كانش أبدا عندي استعداد إن أنا أقبل أي عقبة تعوق تحقيق هذا الهدف، والحمد لله انتهى عصر التحقيقات اليدوية في النيابات على مستوى الجمهور.